جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة، أن صار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من مشاهد الإسراء والمعراج ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما ركب البراق وإذا به يمر بأرض ذات نخل، فأمره سيدنا جبريل عليه السلام أن ينزل فيصلي فيها ركعتين، فنزل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، فسأل ما هذه؟ فقال له هذه طيبة وإليها المهاجرة. ثم ركب البراق عليه الصلاة والسلام وإذا به يهبط به البراق عند شجرة موسى، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا المكان الذي كلم الله فيه نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنزل فصلى ركعتين عندها، ثم ركب البراق فسار به البراق عليه الصلاة والسلام، فنزل فصلى عند بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكل هذه الأماكن المباركة التي نزل فيها عليه الصلاة والسلام ينطوي ويدخل تحت قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالله عز وجل جعل للأنبياء مكانة وجعل لهم بركة من بركته سبحانه وتعالى، فالبركة الحقيقية من الله عز وجل يضعها حيث يشاء سبحانه وتعالى، فجعلها في كتابه العزيز. فالقرآن كتاب مبارك أنزله الله عز وجل لهداية البشرية، والماء أنزله الله عز وجل بركة ونماء للأرض، وبيت الله مبارك، وكل مسجد من المساجد مكان مبارك، فالله عز وجل يجعل البركة فيه. وشهر رمضان مبارك، وليلة القدر ليلة مباركة، ويوم عرفة يوم مبارك، والنخلة مباركة والنحلة مباركة، كل بركاتها مأخوذة من الله عز وجل الذي يخلق البركة فيها ويجعلها فيها. فلما نزل عليه الصلاة والسلام في تلك الأماكن، ما هذا إلا تشريعا للبركة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، فالبركة من التوحيد. فنزل فصلى، وفي ذلك يكون لنا تشريع منه عليه الصلاة والسلام. إذا وجدنا الأماكن التي صلى فيها الأنبياء أو صلى فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما أورد البخاري في صحيحه حديثا طويلا يذكر فيه قصة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كيف أنه كان يتتبع الأماكن والآثار التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فكان ينزل في طريق مكة إلى المدينة، وفي طريق مكة المدينة إلى مكة ينزل ويصلي في أماكن معلومة ومباركة، وليس الصلاة في هذه الأماكن عبادة لها، حاشا وكلا أن يعبد أحد من دون الله سبحانه وتعالى، أو أن تعبد شجرة أو أن يعبد حجر، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة جل جلاله وعظم شانه، وإنما ذلك من الحب ومن التماس الخير ومن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام صلى في تلك الأماكن المباركة ليشرع لأمته عليه الصلاة والسلام التبرك بآثاره والتبرك بآثار الأنبياء التي ثبتت قطعا لأحد من الأمة أو لأفراد الأمة.
ولذلك نقول أن المسلم عليه أن يذهب إلى المساجد، فالمساجد أماكن مباركة تنزل فيها الرحمة، ودليل ذلك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا دليل قطعي على أن المساجد أماكن مباركة، فينبغي للشباب، ينبغي لكل مسلم من المسلمين أن يزور بيوت الله عز وجل وأن يذهب إليها ويصلي فيها الفرائض والنوافل ويدعو الله عز وجل. والله يتولانا ويتولى عباده. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أن صار سائرة تقيه حر وطيس الليل.